عاجل مدى قدرة الجيش المصري احتلال اثيوبيا مقارنة بين الجيش المصري والجيش الاثيوبي وفق احصائيات 2021، وعاجل منذ قليل تقرير يكشف عرضا اثيوبيا على السودان بشأن سد النهضة، ومصر تكشف الخدعة الاثيوبية الجديدة وتحذر اثيوبيا، ومصر تفتح النار على تركيا. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وإثيوبيا تتحدى مصر وتقول لن يمنعنا الجيش المصري عن بناء سد النهضة. ننشر لكم بالتفاصيل. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل منذ قليل تقرير يكشف عرضا إثيوبيا على السودان بشأن سد النهضة. في وسائل إعلام سودانية طلعت وقالت إن الحكومة الإثيوبية وجهت للخرطوم اقتراحا جديدا بشأن سد النهضة. والصحيفة السودانية قالت إن أديس أبابا عرضت على الخرطوم فجر السبت اطلاعيها على تفاصيل مل سد النهضة، بمعنى انها توريها الاحصائيات وبيانات الملء الثاني لسد النهضة اللي مقرر انه يتم في يوليو واغسطس دون اتفاق قانوني ملزم. وتقرير الصحيفة قال ان السودان فضلت على موقفها اللي هو ضرورة تبادل معلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم، يعني لازم مصر والسودان وإثيوبيا وقعوا على ورقة بتقول لازم يعمل الموضوع ده في إطار اتفاق قانوني ملزم. وإثيوبيا يعني بتقول لمصر والسودان إن إحنا هنمدكم بالبيانات عشان تبقى قدام المجتمع الدولي ما يكونش عليها ضغط، واللي هو تقول للمجتمع الدولي بصوا يا جماعة أنا أهو بدي البيانات لمصر والسودان. بس طبعا إنها تنقل البيانات حتى لو كانت يعني صحيحة، أنا بنسبة 100% أعتقد أنها غير صحيحة لو تم الموافقة على هذا الأمر، ولو مصر والسودان وافقت على أن يتم إرسال البيانات بشأن ملء سد النهضة هيكون إقرار من مصر والسودان على يعني شرعية هذا السد. وهذا الأمر طبعا يعني لا يمكن الوثوق به أو لا يمكن التعامل معه. الاتفاق الملزم هو الواجب وهو المقرر وهو الشرعي لضمان حقوق مصر والسودان. المصدر معانا كان من صحيفة السوداني. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يجيلكم ان شاء الله منا كل جديد. ويلا نخش على الخبر التالي. تعالوا نشوف عاجل مدى قدرة الجيش المصري احتلال اثيوبيا، مقارنة بين الجيش المصري والجيش الاثيوبي وفق احصائيات 2021. نرصد لحضراتكم يعني مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين الإثيوبي والمصري، متضمنة تعداد سكان مصر وإثيوبيا وعدد الجنود العاملين في الخدمة، وإضافة إلى قوات الاحتياط وقوات الجوية للبلدين، وفقا لموقع جلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية للدول بأحدث إحصائيات لعام 2021 وهو العام الحالي. تعالوا نشوف التصنيف العالمي للجيشين المصري والإثيوبي. بداية من حيث التصنيف العالمي، يبدو التفوق الواضح والكبير لصالح مصر، حيث يحتل الجيش المصري 13 عالميا. وعاوز حضراتكم يعني ما تنسوش ان 2020 كانت مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميا وفقا لنفس الموقع اللي هو جلوبال فاير باور GFB، ولكن يعني 2021 مصر بتحتل مرتبة 13 عالميا. ده طبعا في تقدم كبير وواضح، عشان اثيوبيا الجيش الاثيوبي بيحتل المركز 60 عالميا من بين 140 دولة. تعالوا نشوف مع بعض القوة البشرية. ويبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية أكثر من 104 ملايين نسمة، بينهم يعني في حدود 42 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 108 ملايين نسمة في إثيوبيا، بينهم ما يقرب من 51 مليون نسمة
قوة بشرية متاحة. تعالوا نشوف مع بعض عدد الجنود لكلا البلدين وعدد أفراد الجيش المصري لعام 2021 930 ألف جندي، بينهم 450 ألف جندي فعال في الخدمة و480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش الإثيوبي 162 ألف جندي فقط. القوة الجوية بالنسبة لمصر، يمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية متنوعة، بينهم 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 341 طائرة تدريب و11 طائرة لتنفيذ مهام خاصة، إضافة إلى 304 مروحية عسكرية منها 91 مروحية هجومية، في تفوق واضح وكبير على الجيش الإثيوبي الذي يمتلك 92 طائرة حربية فقط منها 24 مقاتلة و9 طائرات شحن عسكري و26 طائرة تدريب و33 مروحية عسكرية منها 8 مروحيات هجومية فقط. تعالوا نشوف سلاح الدبابات مع بعض. يمتلك الجيش المصري قوة ضاربة في هذا الجانب بأكثر من 3735 دبابة و11000 مدرعة و1165 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2200 مدفع ميداني، إضافة إلى 1235 راجمة صواريخ في تفوق كبير وهائل في هذا الجانب على نظيره الإثيوبي الذي يمتلك 365 دبابة فقط و130 مدرعة و65 مدفع ذاتي الحركة و480 مدفع ميداني، إضافة إلى 180 راجمة صواريخ. تعالوا نشوف عدد المطارات. تتفوق مصر في هذا الجانب بامتلاكها 83 مطارا صالحا للخدمة مقابل 57 مطارا صالحا للخدمة لدى إثيوبيا. ميزانية الدفاع وهي آخر مقارنة بين الجيشين، الفارق كبير جدا في هذا الجانب لصالح مصر، إذ تصل ميزانية دفاع جيش مصر إلى 10 ملايين دولارات مقابل 520 دولارا فقط ميزانية الدفاع الإثيوبية. أترك لحضراتكم التعليق، يعني المقارنة واسعة جدا، في فجوة كبيرة جدا بين الجيش المصري والجيش الإثيوبي، في فرق تقدم رهيب بالنسبة لمصر حتى في حداثة الأسلحة. إثيوبيا لا تمتلك أي حداثة في أسلحتها بالنسبة لجانب الجيش الإثيوبي. أتمنى دائما السلام وأتمنى أن نصل لحل قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وألا يعني ندخل في صراع أو حرب، لأن دائما الحرب يعني فيها مشاكل كتير وبتخسر. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا نشوف خبر آخر مع بعض. مصر تكشف الخدعة الإثيوبية الجديدة وتحذر إثيوبيا. المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر رفض مقترحا إثيوبيا، قال إن مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثنائية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري. وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية. المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر طلع وقال إن المقترح الإثيوبي ده يخالف مقررات القمم الإفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأضاف أن هذا المقترح الإثيوبي كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري، حتى لو لم تصل الدول الثلاثة لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، بمعنى أن مصر تعلم جيدا الخطط الإثيوبية لإيقاع
مصر في الاعتراف بالملء الثاني لسد النهضة والاعتراف بشرعية سد النهضة زي ما ذكرت من قبل، ولكن مصر مش هتجر لمثل هذه الخطوات، ولا يوجد حل غير يا إما الاتفاق القانوني الملزم بشأن تشغيل سد النهضة عن طريق الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، أو الحرب ملهاش للأسف تالت. وشدد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. بمعنى أن مصر ترفض أي إجراء أحادي وترفض الملء الثاني لسد النهضة، ولكن إثيوبيا متعنتة وتريد أن تقوم بالملء الثاني في الفترة ما بين يوليو وأغسطس القادمين، ولكن مصر واقفة ومستعدة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وتعالوا نشوف خبر آخر مع بعض. ومصر تفتح النار على تركيا، ننشر لحضراتكم التفاصيل. أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر بأن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعارا آخر، بمعنى أن مصر أوقفت أي يعني علاقات أو أي مساعي لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا حتى وقت معين. والمصادر أضافت أن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا بسبب تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا. يعني مصر أوقفت العلاقات مع تركيا بسبب أنها يعني بتهزر في أنها بتسحب المرتزقة بتوعها من ليبيا وبتسحبهم بتباطؤ شديد، وهذا الأمر يعني غريب جدا ومقلق. والمصادر أوضحت أن تعليق المحادثات يعني لعودة العلاقات المصرية التركية جاء لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان. ويعني تركيا طلبت من مصر المزيد من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها الإرهابية من ليبيا، فيما طلبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا. وأوضحت المصادر نفسها أن تركيا علقت عدد من أنشطة الإخوان، لكن مصر طلبت بإجراءات دائمة وبتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، لكن تركيا طلبت التمهل. والمصادر أوضحت برضو أن تركيا عاوزة تنفذ المطالب بشكل تدريجي يعني واحدة واحدة، مؤكدة أن مصر تمسكت بتنفيذها على مرحلتين. يعني تركيا طلبت من مصر أنها تنفذ الموضوع ده تدريجي يصل لي يعني مثلا 6 7 8 9 مراحل، لكن مصر تمسكت بأن الموضوع ده يتم على مرحلتين، وشدد على أن الخلاف بين مصر وتركيا يقع حول سرعة تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم الإخوان الإرهابي. المصدر معانا كان من صحيفة العربية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وهل أنتم شايفين أن تركيا هتنفذ مطالب مصر الشرعية في هذا الأمر أم لا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا نشوف مع بعض خبر آخر. وإثيوبيا تتحدى مصر وتقول لن يمنعنا الجيش المصري عن بناء سد النهضة. وأعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية إطلاق حملة عالمية على تويتر لدعم سد النهضة الإثيوبي تحت شعار لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملؤه. وقالت الوكالة الإثيوبية أن الهدف من الحملة هو السماح للعالم بفهم حقيقة أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء السد من أجل تحسين حياة مواطنيها، حيث علقت إثيوبيا عن موقفها قوي المتمثل في أنها لا تستطيع الدخول في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل. وجاءت الحملة الإثيوبية بعدما أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أن صوت مصر وصل للعالم، حيث أعد المصريون 7 فيديوهات عن أحقية مصر في مياه النيل ضد السد الإثيوبي. المصدر معانا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية. طبعا هدف إثيوبيا من سد النهضة ليس هدفا نبيلا، لأن مسؤولين كانوا على قناة الجزيرة وقالوا بالنص إن إحنا عاوزين نبيع مياه النيل لمصر. هذا الأمر واضح وصريح بالنسبة للعالم، والموضوع ده اتقال على لسان أحد المسؤولين
ودي إدانة كبيرة لإثيوبيا لأنها ما تقدرش تبيع مياه النيل لمصر لأنها تملك بالأساس نهر النيل ولا أحد يعني له الحق في أن يضر بمصالح مصر المائية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا إي بي، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، وكان معكم إسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.